السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وجمعة مباركة. أهلا بكم في جمعة الانتصارات، جمعة انهزام واندحار العدو، جمعة إفشال مخطط صهاينة العرب. أهلا بكم في هذا في هذه التغطية التي أفردناها لانتصارات أو الانتصارات الحديثة والجديدة بدخول واقتحام مدينة ترهون، آخر معاقل ميليشيات حفتر وعصاباته في الغرب الليبي. الحمد لله الذي أتم علينا هذه النعمة. معي للحديث عن هذا أو للمشاركة في الحديث عن هذه الانتصارات الأستاذ سليمان بن صالح الخبير العسكري، معنا من استوديوهاتنا في مصراتة. مرحبا بك أستاذ سليمان، وتهنئة بالنصر وتهنئة بهذه الجمعة المباركة، جمعة الانتصارات. تفضل أستاذ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. التحية لك دكتورنا الفاضل، والتحية لكل العاملين بقناتكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة يعني الإنسان أو ربما اللسان يعجز عن التعبير عما يجيش في الصدر وفي الخاطر من خلال ما سمعنا وما شهدنا وما نقل إلينا في هذا اليوم المبارك من انتصارات. الحقيقة تعد في يعني في قاموس العسكرية من أروع ما يكون. انهيار ضخم كبير جدا وزلزال يعني أيضا شديد ضرب هذه القوة الشريرة التي جاءت في يوم ما إلى طرابلس تريد أن تعيث فيها فسادا وخرابا. اليوم نشهد اندحار هذه القوة وانكسار هذه القوة على أيدي شبابنا بمعية الله سبحانه وتعالى، وب الحقيقة بالدعم من أصدقائنا الأتراك، بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا كل خير. يحق لنا الحقيقة أن نحتفل، ويحق لنا أن ربما حتى أن نعبر عن فرحنا بطرق أخرى، سواء كان بالخروج في الساحات أو بالهتاف أو حتى بإقامة الولائم وما إلى ذلك، لأن الحقيقة هذا النصر ربما كان في قبل 3 أشهر غير منظور، عندما كانت هذه القوة الغاشمة يعني في أوج صلفها وغرورها، وكانت يعني أحالت منطقة من مناطق طرابلس إلى دمار وخراب، وكانت الطائرات تجوب السماء وتقصف الأبرياء. نعم. وكانت الصواريخ يعني تنهال على رؤوس الآمنين في مدينة طرابلس في كل وقت وحين، تقتل وتخرب. والحقيقة يعني الإذاعات عندهم حتى هي لا تسكت ولا يعني تنفك من عن قول الكذب والزور والبهتان وتجيش الناس ضد مدينة طرابلس وضد المقاتلين وضد ثورة 17 فبراير. اليوم تنقلب الآية سبحان الله، وبقدرة قادر الذين كانوا بالأمس يعني قلوبهم لدى حناجرهم اليوم أصبحوا اليوم في قمة يعني فرحهم ومعنوياتهم تعانق السماء ويحققون الانتصار تلو الانتصار. وبإذن الله ستستمر هذه الانتصارات حتى يتم تحرير كامل تراب الوطن من هذه الشردمة الفاسدة. أمين. سيد سمان، يعني باعتبارك خبيرا عسكريا، يعني بما تفسر هذا الانهيار السريع لميليشيات الكرامة اليوم في ترهونة وبالأمس في قصر بغشير وسوق الخميس مساحل وتلك المناطق؟ يعني في قبل ربما أسبوع كانت تتحصن تحصنا جيدا في هذه المناطق، لكن رأينا يعني انهيار سريع جدا متتالي لهذه الميليشيات. هو الحقيقة هذا الزلزال يعني بدأ عندما تمكنت قوات حكومة الوفاق الوطني وبضربة خاطفة غير مسبوقة وغير مقروءة وغير حتى متوقعة من قوات المتمرد، عندما تمكنت من استرداد مدن الساحل الغربي من غرب الزاوية إلى شرق صبراتة، عفوا زوارة. ثم يعني جاءت الضربة القاضية والموجعة جدا، كذلك عندما
تم الاستيلاء على قاعدة الوطي التي يعتبرها هذا العدو يعني نقطة ارتكاز في المنطقة الغربية بالنسبة له، وهي من خلالها كان يقدم الدعم لكل عناصره الموجودة في المنطقة الغربية. هذا الزلزال له ارتدادات وله تابعات الحقيقة امتدت، وعرفنا أنه عندما وصلنا إلى هذه النقطة عرفنا أن الحالة المعنوية لدى هؤلاء يعني قد أصبحت في الحضيض، والعدو عندما تنكسر روحه المعنوية يسهل من يبقى من السهولة بمكان السيطرة عليه وهزيمته في عدة مواقع أخرى، خاصة وأنه لم يستطع يعني تقديم أي عمل عسكري أو ينجح في أي عمل عسكري من خلاله يستطيع أن يعيد الروح المعنوية إلى هؤلاء المنهزمون. وفي الحقيقة هذه الارتدادات عرفنا أنها ستستمر، وعرفنا أن هذا السقوط المدوي لهذه القوة الغاشمة سيتوالى، والحقيقة هذا نصر من عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون نهاية هؤلاء في المنطقة الغربية بهذه الكيفية. النفس المنهزمة لا تستطيع أن تقاوم، ليس عندهم هدف وليس عندهم مبدأ، وقلوبهم جوفاء وفارغة، يعني حتى عندما يمسكون بالسلاح ويدخلون إلى الجبهة يريدون أن يقاتلوا لا هدف لهم إلا أن يكونوا في السلطة أو تكون لديهم أموال، وما المهم أمورهم دنيوية. بينما المقاتلون عندنا وما شاء الله عليهم وتبارك الله يعني بكل حديثهم التي نستمع إليها سواء عن عبر الوسائل الإعلام أو حتى عن طريق التحادث الشخصي مع المقابلة الشخصية يتحدثون عن الشهادة ويتحدثون عن نصرة الوطن. ولذلك يعني هناك فرق كبير جدا بين المقاتل في الجيش الليبي وبين المقاتل مع هذه العصابات، وهذا الحقيقة مع هذا الروح الوطنية التي يعني يتميز بها المقاتل، وهذا الإصرار على تحقيق النصر مهما كانت التضحيات ومهما كان الثمن، هو الذي جعل من هؤلاء الرجال حقيقة أسودا في الميدان، وجعل من أولئك حقيقة كالثعالب يعني عندما يستشعرون أي خطر يفرون، لأنهم لا يريدون الموت ولا يريدون يعني القضاء أو قضاء نحبهم في هذه المعارك، لأنهم لديهم ما يتمتعون به في باقي حياتهم في الدنيا مما أخذوه وسرقوه ونهبوه من أموال وأرزاق الناس في المناطق التي استولوا عليها ومكثوا فيها. ابقى معي أستاذ سليمان. ينضم إلي عبر الهاتف أستاذ عبد الغفار كرفاع الناشط السياسي. مرحبا بك أستاذ عبد الغفار، بداية تهنئة لك ولكافة الأحرار بهذه الانتصارات الباهرة على يد قوات الجيش الليبي قوات بركان الغضب. تعليقك بداية أستاذ عبد الغفار على هذه الانتصارات المتتالية التي ابتدت، يعني هي لم تتوقف لكنها يعني كان لها زخم كبير في هذين اليومين على أقل تقدير. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يعني الحمد لله حمدا كثيرا الإنسان يعجز أن يصف شعوره وفرحه، يعني الشباب بدنا في عام 2011 لما روح الثورة كانت جلودها تسعى بقوة، الحمد لله الشباب الآن تقف في المنطقة الغربية، وإن شاء الله في الأيام القادمة أتوقع أن الجنوب حينضم بدون حد، بدون أن تطلق طبقة واحدة، لأن الجنوب عانوا من جرمي حفتر وزبانيته. أنا نقول حاجة واحدة بس، نعم، حدث في ترهونة وفي المنطقة الغربية يدل دلالة واضحة أن هذا المجرم عبارة عن نمر من ورق، لولا الدعم الخارجي والأموال السابقة والمحتوى الذي جلبه من جميع أصقاع العالم ما كان ليصمد أيام معدودة أمام شباب الشرطة في بنغازي ودمنا. لكن هذا المشروع الدولي لإعادة ليبيا إلى حضيض العسكر وإلى حكومة الفتح هو الذي مكن هذا المجرم من الوصول إلى طرابلس وارتكاب الجرائم في الصوت. نعم. سيد عبد الغفار، الآن يعني ما الواجب الآن فعله من قبل حكومة الوفاق لاستثمار هذه الانتصارات على من الناحية السياسية والدبلوماسية؟
انا عندي توقعات في هذا المجال. عندي الامر اولا على حقوق سيد عبد الغفار. الصوت متقطع، لو كان تجي في مكان فيه تغطيه يكون افضل يعني. نعم الو. نعم تفضل. لا لا ما زال الصوت متقطع سيد عبد الغفار. لحظه بس. تمام. والله نفس الشيء، لعلنا نعيد اتصال بك بعد شويه يا استاذ عبد الغفار لو سمحت يعني حتى. طيب تمام تمام نعم. طيب سيد سليمان اعود اليك، يعني الان اليوم فوجئ قوات البركان الغضب بتقريبا خلو ترهونه من اي مقاومه. أين تتوقع تجد هذه القوات التي كانت تتحصن في ترهونة وكانت تعيث فيها فسادا؟ يعني هل تتوقع أنها انسحبت إلى الجفرة، إلى الجنوب، إلى المنطقة الشرقية، أم إلى بعض المناطق التي تعتقد أنها ستتحصن فيها داخل ترهونة؟ لا أعتقد أنها يعني ربما اتخذوا مدينة بن وليد كممر، ولكن أعتقد أن وجهتهم ستكون المنطقة الشرقية، لأنهم يعلمون تمام العلم أن كل المناطق التي يعني سيتجهون إليها في الجنوب أو في مناطق ما تبقى من مناطق تحت سيطرة هذه العصابة هي ليست آمنة، والطوفان يعني سيلحق بها في أي لحظة وفي أي وقت، ولذلك هم يعني خوفا على حياتهم أعتقد أنهم يعني سيتجهون مباشرة إلى المناطق الشرقية ويتحصنون هناك، لأنها ربما الآن وفي هذا الوقت ربما هي أأمن المناطق بالنسبة لهم، ولكن هيهات لهم أن يجدوا الأمان في أي مكان في ليبيا. إن لم تتم ملاحقتهم في هذه الأيام أو في هذا الشهر سيكونوا ملاحقون بإذن الله في الشهر القادم أو بعد الشهر القادم. هؤلاء المجرمون لابد من القبض عليهم ولابد من تقديمهم إلى العدالة، وسيأتي ذلك يعني قريبا. لن تتسع الأرض لهم سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها. هؤلاء الذين أوغلوا في الدماء للليبيين، وهؤلاء الذين سفكوا الدماء وأزقوا الأرواح وقتلوا وعذبوا وأرسلوا صواريخهم على للآمنين تفجر وتقتل وتحرق، هؤلاء لابد من القبض عليهم مهما كان الثمن، لابد من إحضارهم إلى العدالة، ولابد من أن تقول العدالة فيهم كلمتها. النقطة الثانية وهي المهمة جدا دكتورنا الفاضل، نعم، يعني ومن خلال تجربة سابقة من سنة 2011 إلى هذه السنة، يعني مدينة مثل ترهونة كان يسيطر عليها هؤلاء الأوغاد، ومسألة أنك أنت يعني تنتهي من هؤلاء يعني ليست بالمسألة السهلة. نعم. ولكن الحقيقة يجب على بركان الغضب أن يصدروا قرارا بتجريد مدينة ترهونة من كل أنواع الأسلحة مهما كانت صغيرة أو كبيرة، حتى من الرصاصة، وأن تكون الأسلحة في مدينة ترهونة بين الأيدي التي يعني تدين بالولاء للشرعية وللوطن، والأيدي التي كانت مهجرة وكانت يعني خارج مدينة ترهونة ولم تكن في يوم من الأيام شريكة للمجرمين فيما فعلوه في مدن غرب ليبيا، سواء كان هذه في مدينة ترهونة أو في المدن الأخرى مثل العربان التي تم الاستيلاء عليه حسب الأنباء التي وردت، الأصابع، المناطق الجنوبية كذلك. يعني هذه عملية مهمة جدا، لابد من جمع السلاح مهما كانت الصعوبات، لابد من جمع السلاح وعدم ترك السلاح في يد هؤلاء، لأن هؤلاء الحقيقة يعني من خلال تجربتنا معهم ليس فيهم ثقة، ربما يعني يسكتون وربما يعني يسكنون يعني، ولكن عندما تواليهم الفرصة وتأتي الفرصة أو يتحصلون على دعم خارجي من أي طرف إن كان معادي للليبيين سيخرجون مرة أخرى وستستمر مثل هذه المشاكل مع الليبيين. ولذلك العمل المهم جدا الآن هو تطهير ترهونة من كافة المجرمين، وأيضا جمع كل أنواع الأسلحة الموجودة في مدينة ترهونة
وكذلك المدن الأخرى التي لم تدم بالولاء للشرعية ولحكومة الوفاق الوطني. هذه نقطة مهمة أرجو أن ينتبه إليها أخوتنا في بركان الغضب وفي القيادات في المحاور وفي الجبهات. طيب أستاذ سليمان، يعني لا شك أن تحرير ترهونة يعتبر خطوة في اتجاه تحرير بقية المدن الليبية وصولا إلى الرجمة وصولا إلى المناطق الشرقية حيث نفوذ حفتر. يعني برأيك ما الذي تمثله أو ما الذي يمثله سقوط ترهونة وتحريرها في هذه المعركة الكبيرة التي إن شاء الله ستنتهي ب يعني تحرير كل المناطق في ليبيا؟ ترهونة كانت هي المركز الرئيسي والأساسي لحفتر في المنطقة الغربية، وأقولها بكل صراحة يعني وبدون مجاملة، يعني ليس هذا وقت المجاملات. ترهونة يعني حفتر وجد فيها الدعم، وجد فيها الحاضنة الحقيقة له ولعناصره التي أتت من المنطقة الشرقية، ووجد فيها المقاتلين الذين يعني استجلبوا من كل مكان وجاءوا إلى ترهونة وهم يحملون مختلف أنواع يعني الولاءات، منهم من يوالي مازال النظام السابق، ومنهم من يوالي يعني فئات دينية متطرفة ولاءها أو تأخذ تعليماتها من خارج الوطن، ومنهم من يوالي كذلك ما يسمى بالكرامة. يعني هذه المدينة هي التي جمعت كل شتات هؤلاء وجعلت منهم قوة، وجمعتهم فيما يسمى باللواء التاسع. وحقيقة وأقولها بصدق، هذا اللواء في بداية هذه الحرب كان قوة ضاربة بالنسبة لحفتر، وهو يعني صاحب أكثر معارك خاضها، وربما يعني أكثر من استشهد في هذه الحرب على تخوم طرابلس كان بسبب وجود هذا اللواء. قوات حفتر يعني وجدت في هذا اللواء ذراع ومخلب قوي جدا، واستطاعت أن تستخدمه كما تشاء في حربها على مدينة طرابلس. يعني الآن بسقوط ترهونة سقط هذا اللواء بالكامل وتبخر وتبعثر وقل عنه ما شئت، يعني أصبح في خبر كان. ولكن حتى وإن يعني تبعثر هذا اللواء وأصبح في خبر كان كما قلت، لكن بعض عناصره ما زالت على قيد الحياة، وما زال الآن هربوا إلى مناطق أخرى. إذا تمكنوا من التجمع مرة أخرى، وإذا تمكنوا من استجماع قوتهم، فهم سيشكلون خطرا آخر وجديد على الشرعية في ليبيا وعلى الاستقرار في ليبيا. ولذلك ملاحقة هؤلاء أينما ذهبوا هذا أمر ضروري لابد منه، وأن تستمر هذا الزخم العسكري الذي بدأ من قاعدة البطية ويعني استمر في محاور جنوب طرابلس، يجب أن يستمر. يجب على قوات حكومة الوفاق الوطني أو الجيش الليبي أن تستغل هذا الزخم المعنوي العالي جدا وهذه الانتصارات. وتستغل هذا الانحطاط في معنويات وهذه الانكسارات في الجانب الآخر من أن تستمر في ملاحقة هؤلاء وتحرير باقي المدن في كامل التراب الليبي وليس في المنطقة الغربية. نعم، ابقى معي أستاذ سليمان. ينضم إلي أيضا سيد مصطفى المجعي الناطق باسم المكتب العام لعملية بركان الغضب. مرحبا أستاذ مصطفى، لو تطلعنا على آخر التطورات بعد التهنئة بتحرير ترهونة. مساء الخير لك أستاذ الكريم ولضيوفك ولكل مشاهدي القناة. بالفعل لعلكم تابعتم إعلان تحرير التي أعلنته غرفة العمليات بأن مدينة ترهونة عادت إلى حضن الشرعية. ربما العمليات الميدانية الآن تحدث في مطاردة هذه الفلول الهاربة إلى الصحراء. لن تتوقف عمليات قوات بركان الغضب إن شاء الله، هذه سبحة الإنتصار، وبالتالي لن تتوقف إلى هذا الحد. كنا نقول دائما بأن هذا العدوان هو نتيجة لحالة من التمرد قام بها هذا المجرم المعتوه خليفة حفتر، وبالتالي انتقلنا من مرحلة صد العدوان إلى القضاء على حالة التمرد. القضاء على حالة التمرد يعني أن نبسط السيطرة على كل المدن الليبية، لابد أن تعود إلى شرعية الوطن وإلى حفظ الوطن. نعم، هل كانت هناك مقاومة من أي أحد داخل ترهونة عندما اقتحمت قوات بركان الغضب المدينة سيد مصطفى؟
هؤلاء حجبا وشوف الرجال عليهم كانوا يقدرون بالعسرة ويلكنون بالجثث، هؤلاء هذه افعال الجثث. وبالتالي كنا نتمكن من النصر باعتبار ان هذا هؤلاء الحصار ينتقبن في وجوه الرجال. حاول الجيش تعطيهم سيد مصطفى الصوت فيه تقطع لو نعم نعم سيد مصطفى سنعود للتواصل معك سيد مصطفى عذرا يعني هناك مشكلة في الصوت معي. يعود إلي الآن السيد عبد الغفار كرفاع ناشط السياسي يعود إلي عبر الهاتف. مرحبا بك سيد عبد الغفار. مرحبا بك يا استاذ ومرحبا بجميع المشاهدين. اهلا وسهلا بك. كنت سالتك يعني ما الواجب الان بعد هذه الانتصارات على حكومه الوفاق وعلى الثوار على وجه الخصوص من ناحيه استثمار هذه الانتصارات من الناحيه السياسيه والدبلوماسيه؟ نستطيع تلخيص الواجب في جمله واحده، عدم تكرار اخطاء الماضي. اها عدم تكرار اخطاء الماضي، يعني الانسان يجب ان يتعلم من الاخطاء السابقه سواء لنا 9 سنوات ونحن نعاني بسبب اخطائنا في التعامل مع 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 الواقع بصفه عامه. يعني الان خلال هذه الحرب التي شنها هذا المتمرد لو لا من 2014 الان يفترض على حكومه الوفاق ان تتعامل مع جميع المناطق التي ايدت هذا المجرم بسحب سلاح جميع التشكيلات المسلحه التي ايدت هذا المجرم واحاله قادتها للتحقيق. نعم. لأن تتكلم أنت تمرد على سرعية الدولة. نعم. وهؤلاء الذين تمردوا سوف يتمردون مرة أخرى إذا واثقت الفرصة، لأن لو نرجع من بعد التحرير 2011 عام التحرير 2011 المناطق التي تمردت على السلطة الشرعية مناطق لم يتم تنشيطها والتعامل مع فلول النظام السابق فيها. نعم. بل تسامحت معهم سواء منظومة الثوار في ذلك الوقت او ما جاءت من حكومات سابقه والتعامل انهم اخوه في الوطن، اوكي لا اسف معهم اخوه ولكن يجب التعامل معهم بحزم لان الدول تبنى بالحزم والعزم وليس بسماح الله بالدرجه والسذاجه والطيبه الزايده. نعم. طيب سيد عبد الغفار يعني الان جاءت الاخبار ايضا بتحرير منطقه العربان، برايك يعني هل سقوط ترهونة أدى إلى سقوط العربان وما هي برأيك يعني يعني الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة؟ هي بالنسبة للعربان تحصيل خاصة لأن هي عبارة عن منطقة صغيرة كانت مدخل ولم تكن قاعدة استراتيجية حتى لقوات حفتر يعني. نعم. ولكن هي تحصيل خاصة لسقوط ترهونة. سقط ترهونة خاص انتهى، اي منطقه اخرى لن تجازف ولن تبقى فيها قوات حفتر ولن تبقى فيها اي فلول متمرده على الشرعيه. نعم. نعم. طيب سيد عبد الغفار كرفاع الناشط السياسي كنت معي من الزاويه، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه. اعود اليك سيد سليمان، يعني ماذا عن جبهه سرت والجفره؟ هل سنشهد في الايام القليله القادمه تحرك لهذه الجبهه ومن ثم السيطرة على سرت وعلى الجفرة أم تعتقد بأن الأمر لا زال مبكرا؟ في البداية دكتورنا الفاضل يعني أريد أن أنبه إلى أمر آخر طالما أنا يعني وجدت هذه الفرصة للحديث عن هذه الانتصارات. نعم. ولكي نحتفظ بهذه الانتصارات الحقيقة ولا نفرط فيها بسهولة. نعم. يعني يجب أن نأخذ كل الاحتياطات صراحة، ولابد من غرفة بركان الغضب يعني أن تعي ذلك جيدا أن أي خطر يتهدد هذه الانتصارات يجب أن يتم القضاء عليه بشكل كامل. نعم. أنا أتحدث عن القادة الموجودين في المنطقة الغربية اللي كانوا سببا فيما حصل للمنطقة الغربية. نعم. وأنا أريد أن أذكر بعض الأسماء بعد إذنك يا دكتور. نعم تفضل تفضل. عندنا نعم. مثلا إدريس مادي، عندنا فرنانة، عندنا تنتوش، عندنا طارق درمان هذا الشيخ المدخلي. نعم. الذي ما فتئ يحرض على القتال
ضد إخوته في المنطقة الغربية. عندنا دعاب هذا الخائن الذي يعني باع مدينته غريان في السابق، عندنا بن نايل الذي كان في يوم ما أسيرا في مدينة مصراتة وتم إطلاق سراحه والآن رجع إلى القتال وإلى صفوف العدو، عندنا مثلا بن جدي هذا الولد الذي يعني يقود كتيبة وتفعل في المنطقة الجنوبية ما. نعم نعم نعم، انقطع التواصل مع أستاذ سليمان، سنعود للتواصل معه بعد قليل إن كان عندنا ضيوف آخرين الآن. طيب سيد الشيخ عصام عرعارة الواعد والخطيب، مرحبا بك شيخ عصام وأهلا وسهلا بك وتهنئة بهذه الانتصارات، تعليقك شيخ عصام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أستاذ فوزي. مرحبا بك. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أستاذنا الكريم فوزي، الإخوة المشاهدين والمتابعين والمستمعين، نزف إليكم بشائر النصري الأولي لتحرير منطقة ترهونة التي إن شاء الله تكون بوابة لتحرير كامل التراب الليبي. نعم. وهذه البشرى التي تلقيناها اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، فنحن في مثل هذه الأفراح وفي مثل هذه النعم العظيمة يجب علينا جميعا ويجب على كل من بذل جهدا أو جاهد أو دعم أو قال كلمة الحق أن ينسب الفضل لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله عز وجل نجانا من القوم الظالمين بفضله وبرحمته وبواسع منه سبحانه وتعالى علينا، وإلا فنحن مقصرون في حقه. فله الحمد سبحانه وتعالى على كل حال، وله الحمد سبحانه وتعالى في وقت المصائب وفي وقت الأفراح، له الحمد سبحانه وتعالى حتى يرضى، وله الحمد سبحانه وتعالى بعد الرضا، فهو الذي سبحانه وتعالى من علينا بهذه الانتصارات بعد تلك الكربة التي مرت بها عاصمة ليبيا خلال سنة وعدة أشهر من هذا الابتلاء وهذا التضييق والهجوم الإجرامي الذي قامت به ميليشيات كبيرة الإرهابيين حفتر على العاصمة بكل أنواعها وبكل مرتزقتها من جميع البلدان الأفريقية بل الملحدة، وكان لأولئك المرتزقون وأولئك المجرمون وأولئك الباغون وأولئك الظالمون المفسدون في الأرض كان لهم بفضل الله سبحانه وتعالى رجال قاموا بالحق وقاموا لله وشهدوا لله سبحانه وتعالى بالقسط، فبين علماء صادقين ودعاة ثابتين ثبتوا الناس ووعظوهم وذكروهم وأوجبوا عليهم الدفاع عن وطنهم وعن حرماتهم وعن دينهم وعن بلدهم، وعلى رأسهم فضيلة شيخنا وعالم بلادنا مفتي ليبيا الشيخ صابر الغرياني حفظه الله تعالى وأدام عليه نعمه وعافيته، فهو من الرجال الذين قاموا بالحق منذ أول قيام هذه الثورة إلى هذه اللحظات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي جهوده وأن يبارك في جهود كل شبابنا وكل مقاتلينا وكل قادتنا العسكريين والسياسيين والداعمين اللوجستيين والواعظين والذين يتحركون في الميادين، كل من قدم في هذه الملحمة العظيمة للدفاع عن عاصمة ليبيا بل الدفاع عن الأمة الإسلامية من شر هذه الهجمة التي تسنها هو الشر في بلادنا لتحطم الأمال التي قامت من أجلها ثورة فبراير التي تريد أن تقيم دولة للعدل، دولة يستوي فيها الناس في الحقوق التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم. ففي هذه المناسبة العظيمة يعني نحمد الله عز وجل أن سخرنا وأن سخر كل إخواننا وأحبابنا من المجاهدين والمقاتلين، ونستذكر في هذه اللحظات تلك الدماء الشريفة، دماء طاهرة
التي بذلت نفسها في سبيل الله سبحانه وتعالى رخيصة، فقادة من أولي العزم وقادة يعني من أولي القوة والشدة من كل مدن مدن ليبيا. لا أستطيع أن أذكر مدينة دون مدينة، الكل قدم والكل بذل والكل يعني جاهد، ولكن لا يسعني يسعني في هذا المقام إلا أن أستذكر يعني بعض المدن يعني التي كان لها سبق الشرف وسبق القدم في تقديم الشهداء لله سبحانه وتعالى، وهي مدينة مصراتة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءهم وأن يتقبل شهداء كل ليبيا ويعني كل المدن الأخرى بدون تخصيص، ولكن يعني لابد أن نخصص هذه المدينة لصمودها ولثباتها، ونسأل الله عز وجل لها الخير والصلاح ولكل مدننا. نستذكر في هذه اللحظات الأطباء الميدانيين الذين قاموا بواجبهم المستشفيات الميدانية، فهم كانوا يرابطون الليل والنهار ليحموا يعني إخوانهم ويدعوهم، وآخرهم بالأمس اثنين من الأطباء المستشفى الميداني الدكتور أيمن هرامة عنزارة الذين تقبلهم الله، نسأل الله يتقبلهم بواسع رحمته ويجعلهم من الشهداء. ابقى معي يا شيخ، ويؤدون واجبهم. ابقى معي شيخ عصام، الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم الانتصارات يا شيخ موزي. امين، شكرا. ابقى معي شيخ عصام، ساعود اليك، انضم الي الان ايضا عبر الهاتف السيد موسى تيهوساي المحلل السياسي. مرحبا سيد موسى، تعليقك بداية على هذه الانتصارات المتتالية، يعني التي الحمد لله نحن في منذ أشهر ونحن في انتصارات، لكن توالت الانتصارات، فتعليقك بداية سيد موسى. نعم، تحية طيبة عليك ولأخبار المشاهدين. إنه يوم عظيم ويوم محطة تاريخية، محطة تاريخية في المحطات انتصارات فبراير المجيدة التي تعيد الليبيين ذكريات انتصار شهر فبراير على الظلم وعلى عهود الديكتاتورية، وهذا اليوم يعيد لروح فبراير أنها ثورة شعب وثورة لم تقبل بالتكشير. نعم تضعف وتضمحل لكنها لا تموت وتعيد الكرة وتنجح في نهاية الأمر. إنها إرادة، الإرادة لا تقهر، الإرادة لن تخسر أهدافها. فما حصل اليوم ويحصل بعد 14 شهرا من الصمود هو تتويج مستحق بجدارة واقتدار لثوار 13 فبراير ولقوات الجيش والقوى المساندة الأبطال. نعم هذه مرحلة تاريخية تفتح لليبيا آفاق جديدة نحو بناء الدولة المدنية. نعم سيد موسى، يعني ماذا عن الجنوب؟ هل هناك إرهاصات لتحرير مناطق الجنوب من عصابات حفتر؟ وأين بالضبط ما زالت تتواجد هذه العصابات والميليشيات سيد موسى؟ نعم، بالنسبة للمنطقة الجنوبية كما تعرف هي الآن حفتر بعد الانسحابات الأخيرة من طرابلس حاول ويحاول الآن تجميع أكبر ما يمكن تجميعهم من القوة والعتاد في المنطقة الجنوبية لحفاظ الحقول النفطية، وهو الآن يقوم حتى شركة الزاجنر التي انسحبت، مجموعة الزاجنر التي انسحبت قبل أيام ذهبت إلى القاهرة الهند وهي موجودة هناك الآن، ويحاول حفتر من خلالها ومن خلال الميليشيات الموجودة هناك الإبقاء على الحقول النفطية ومحاولة صد أي نوع من الهجمات يقوم بها الجيش في المنطقة الجنوبية، لكن ذلك لم يجعلها لم يكون يعني شيء أمام حتمية تحرير المنطقة الجنوبية وإصرار الجيش في تحرير كامل التراب الليبي. المنطقة الجنوبية كما يعرف الجميع هي منطقة مترامية الأطراف و يعني رقعة جغرافية واسعة جدا، فبالتالي التضاريس المنطقة هناك يعني لا تساعد كثيرا في سرعة الانتصار، لكن ميليشيات حفتر لا تستطيع الصمود في تلك المنطقة ولا يمكنها مجابهة الجيش هناك. أعتقد أن أيام حفتر في المنطقة الجنوبية باتت معدودة جدا بعد تحرير ترهون اليوم، وأعتقد أن الأيام القادمة ستحمل كثير من
النتائج الإيجابية والانتصارات في يعني الجيش الليبي في المنطقة الجنوبية. هناك هو يعتمد فقط على بلدات من الأزعاج الذي عينه عمل المنطقة الجنوبية في تلك المنطقة، وهو الآن موجود في أوباري ويجوب المناطق، يحاول أن يجمع الناس ويحاول أن يدفعهم إلى معسكرات وأيضا إلى محاولة نوع من يعني الطوارئ لمجابهة طاري يدخل إلى المنطقة الجنوبية. لكن ذلك عندما تكون هناك قوة موجودة وتتجه إلى المنطقة الجنوبية لن يكون لن يصمد أمامها حصر، لأن حصر الرئيس الجغرافية هناك لا تساعد على طيب ابقى معي سيد موسى، سأعود إليك. شيخ عصام، يعني برأيك الآن كيف يمكن للثوار استثمار هذه الانتصارات في تثبيت الثورة والعودة بالأوضاع إلى المسار السياسي الصحيح الذي قامت من أجله ثورة 17 فبراير؟ دكتور فوزي بارك الله فيك، الثوار الآن بكل صفاتهم وأشكالهم، سواء منهم العسكريون المقاتلون أو السياسيون الوطنيون أو الناشطون المدنيون، كلهم أمامهم يعني فرصة عظيمة، لأنهم هم بفضل الله سبحانه وتعالى السبب الأكبر، الذين كانوا في الصف الأول للدفاع عن الوطن والدفاع عن هذه الحقوق والمبادئ التي من أجلها قام ثورة فبراير، ومنها رفع الظلم وإقامة العدل وبذل ونشر الحريات التي توافق الشريعة، الحريات المقيدة بشرع الله. فالآن أمامهم فرصة سانحة، هذه الفرصة السانحة لا ينتهزها إلا العقلاء الأذكياء وإلا الذين يدركون معنى الثورة وحقيقتها. فكل انتصار عسكري لا ينتج عنه انتصار سياسي فهو للأسف يعني خسارة وهزيمة للثوار. يعني لا بد أن تتغير وأن تتحول هذه الانتصارات إلى انتصارات سياسية على وجه الأرض. فأول انتصار للثوار أن يكونوا صفا واحدا في جسم شرعي، هذا الجسم إما أن يكون جزءا من القوات المسلحة أو غير ذلك، المهم أن يجتمعوا صفا واحدا، ثم أن تكون لهم واجهة سياسية واضحة، واضحة المعالم وواضحة القيادة، تطالب بالحقوق والمبادئ التي من أجلها قام الرجال في دفع الظلم. وبهذا بإذن الله سبحانه وتعالى إذا كان هذين الشيئين مازلين أمام الثوار ويعرفون أهمية وجود القيادة العسكرية والقيادة السياسية لهم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لهم أثر في قابل الأيام، وإلا سوف يركلون كما ركلوا من قبل في عملية البنيان المرصوص، عندما قيل لهم يعني شكر الله سعيكم وقيل بعضهم من مناصبهم. فقد تتكرر هذه المهزلة بعد هذه المعارك وبعد هذه المواقف والتضحيات، لأنهم لم يعرفوا حقيقة المعركة السياسية بالذات، فخانة السياسة يعني يشغلها كثير من الفساد ويشغلها كثير من يعني الخيانة، فينبغي أن يكونوا يقظين وأن يكونوا مستيقظين. نعم شيخ عصام، وأن يتسلق على دمائهم وعلى تضحياتهم أناس يعني من المتسلقين ومن المفسدين. نعم فهؤلاء سيكونوا عبئا عليهم، بل سيكونوا وبالا على أشخاصهم وعلى ثورتهم. نعم شيخ عصام، يعني عانينا في السنوات الماضية من أمثال هؤلاء. نعم، الذين تسلقوا على دماء الشهداء وعلى تضحياتهم في الثورة. نعم، وكانوا من أكبر المفسدين ومن أكبر المختلسين، وهم يعني معلومون الآن ينتسبون إلى ثورة فبراير، وهم يعني أشباح حصر في الإفساد وفي السرقة وفي الاقتلال. نعم شيخ عصام، وفي الظلم وفي الاعتداء. فنريد ثورة يعني يحترم فيها جميع الحقوق. نعم، يحترم فيها الإنسانية ويحترم فيها القانون، وأن يكون الجميع تحت الشرع. نعم، أن يكون الجميع تحت القانون. شيخ عصام، الآن فرصتكم أيها الثوار أن تكونوا ظرفا واحدا، ولا تجعلوا من هؤلاء المتسلقين يركبون على ظهوركم. نعم، ويشوهون أعمالكم.
فإنكم بعد هذه التضحيات وهذه الانتصارات إما أن تكونوا مثالا يحتذى به وإما أن تكونوا نورا في شكرا هذه البلاد فيقول الناس بأن هذه الثورة فيها خير وإما أن تكونوا شكرا شيخ عصام على الوطن بارك الله فيكم. شكرا شيخ عصام عرعرة الخطيب والواعظ والداعية المعروف أشكرك شكرا معي كنت معي في هذه التغطية. أعود إليك سيد سليمان وعذرا على هذا الانقطاع الذي حدث، سألتك عن جبهة سرت والجفرة باختصار سيد سليمان، هل هناك نية الآن لفتح هذه الجبهة أم إن الوقت ما زال مبكرا؟ لا بالتأكيد يعني هؤلاء القادة الموجودين في غرفة تحرير سرت الجفرة يعني لابد أن تكون لهم خطة باستغلال هذه الانتصارات وهذه الروح المعنوية العالية المرتفعة وأيضا توفر الإمكانيات والإمدادات التي يعني تجعلهم يفكرون ماليا أو جديا أو بشكل جدي في الذهاب صوب سرت ومن ثم الجفرة لتحريرهما من بقايا المجرم. ولذلك أعتقد أنه إن لم يكن في الساعات القادمة ربما ففي خلال غدا أو بعد غد سنشهد أو سنستمع أن هذه القوة ربما وصلت إلى تخوم سرت وهذا يعني ليس ببعيد خاصة وأن هذا الانهيار الذي أصاب قوات حفتر في المنطقة الغربية كان له امتداد وارتداد أيضا على القوة الموجودة في مدينة سرت وفي غرب مدينة سرت. وأعتقد أن الساحة الكبيرة الآن التي تفصل بوغرين عن المحطة البخارية أعتقد أنها إن لم تكن خالية تماما من القوى العسكرية التابعة لحفتر فهي يعني حتى وإن وجدت فيها قوة فهي قوة بسيطة والأمور الآن أعتقد أنها مهيئة أمام أشكرك. قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الليبي باتجاه سرت أخذ في الاعتبار الطيران المسير الذي ما زال يقوم بين الحين والآخر ببعض الطلعات ويقوم ببعض الهجمات على منطقة بوغرين. ولذلك أعتقد أن الأمور يعني أو ربما يوم غد سنشهد تغيرا كبيرا في جبهة بوغرين وجبهة شرق مدينة سرت. أشكرك الأستاذ سليمان بن صالح الخبير العسكري كنت معي من استوديوهاتنا في بصرتة، الشكر الجزيل لك على هذه المشاركة. أعود إليك سيد موسى تيهوساي، يعني في دقيقتين يعني رسالة توجهها للحكومة وللثوار بخصوص الجنوب. نعم الحكومة وقادة الجيش إعداد خطة جيدة للسيطرة على المنطقة الجنوبية التي هي في الأساس كانت بوابة لدخول يعني كل الأفراد إلى ليبيا، فبالتالي هناك أهمية كبيرة جدا لإعداد خطة جيدة غير الخطة السابقة التي أدت في نهاية الأمر إلى سيطرة حفتر على المنطقة الجنوبية بعد أن كان حفتر لا يحسن بذلك. فنرجو من ونطالب الحكومة وقادة الجيش بإعداد هذه الخطة وأيضا بالتوجه إلى المنطقة الجنوبية وإخلاصها من براسم ميليشيا حفتر التي عاشت وتعيش الآن في التهدم وفي الأرض هناك. فأعتقد أن المنطقة الجنوبية الآن بعد تحرير ترغونة ستكون يعني سيكون تحرير المنطقة الجنوبية سهل جدا، والشيء الأهم جدا هو إعداد هذه الخطة وأيضا عدم ترك الجنوب مرة أخرى ليكون حقنا لكل من يدخل إليه. نعم أشكرك سيد موسى ثيوساي المحلل السياسي كنت معي عبر الهاتف، أشكرك على هذه المشاركة وأشكر كل من كان معي في هذا أو في هذا الجزء من التغطية، ومستمرون معكم أيها الأفاضل وسنعود إليكم بعد قليل لنستمر في تغطيتنا لهذه المناسبة السعيدة وهي تحرير مدينة ترهونة، انتظرونا بعد قليل.
ها؟ والله ما في.